عبد الحميد بيل عطار جاهز على إشارة، وأظنك متأكد إن الشركة ما يهمهاش مين من العطارين يدير الموضوع. وهو عبد الحميد بيه اللي هيعرف يدير الموضوع؟ على فكرة مش مهم أبداً أكون بعرف إزاي أدور الموضوع، المهم إن اسمي عبد الحميد العطار، أخو زين العطار، مش ابن عمه ياسلين بيه. ده انتوا بتلعبوها معايا بقى. انت ياسلين بيه اللي مش عاوز تلعب وناسي ان قوانين اللعبة خلاص ما بقتش في ايدك. انا ماليش دعوة ببضاعة سيف، واذا كان هو مش قادر يحمي بضاعته يبقى المفروض الشركة تستغنى عن خدماته هو برضو. هو ده كباريه يا فتحي؟ كباريه لا سمح الله، انا ممكن اخد الكباريه؟ لا طبعا، ده نايت كلاب. بحسب، بس انا مش مرتاحه برضه. لا شويه كده وهتريحي وتفكي وتبقي 100 فل و14. تشربي اي حاجه سخنه لحسن، جدتي متلجه قوي يا فتحي. لا هنا مفيش سخن، كل اللي هنا ساعة. فهماك يا خبيث، عاوز تشربني خمرة عشان تتوني بس بعينك. الميزة اللي فيك يا هناء انك كده. انا فصلت وهمشي. تمشي ايه يا يحيى؟ ده احنا لسه ما شربناش حاجة. لا كفاية كده زهقت، وبنيجي بعدين. انا سكرت. سكرت؟ هو احنا شربنا حاجة؟ بقولك سكرت. دمي. نعم. أمك. بقولك أمي. لخر بيتك يا فتحي يا راجل. بتعملي إيه يا أمي؟ يحيى. يا لهوي فتحي. بقولك رد عليا، أنت بتعملي إيه هنا؟ وأنت عامل حاجة جايب أمي هنا وبتعملوا إيه؟ هي دي أمك يا يحيى؟ بقولك أنت اسكتي خالص، مش ناقصاكي. مين دي بقى اللي معاك يا يحيى؟ ما تغيريش الموضوع. أنا عايز أعرف أنت إيه اللي جايبك هنا؟ اللي جابك جابني، ولو ما سكتش يا يحيى أنا هقول لرهام. طب يلا ياما ونتفاهم في البيت بلاش فضايح. إيه ده؟ إيه ده يا يحيى يا ابني؟ هدي خلقك شوية. أنا طالب إيد أمك يا يحيى. ازيك يا سعيد؟ روحتي معلش يومين كده وهاخدك على الصحك. سعيد لوحده يا نوح، سعيد زعلان. انا قلت لك يا سعيد خلاص. انت بتكذب نوح، بتكذب ودايما بتمشي ومش بتيجي. غصب عني يا سعيد، غصب عني. ليه ليلى مشيت؟ وليه فيروز مشيت؟ بتمشيهم ليه يا نوح؟ أنا ما مشيتش حد. أنت بتكذب نوح، بتكذب. مشيت ليلى، مشيت فيروز. أنا عاوز ليلى نوح، أنا عاوز فيروز. أنا عايزه. Thank you.
أيوة يا سليم يا حبيبي. أنا عملت له شوية تحليل علشان نطمن أكتر. هو في حاجة قلقاكي يا دكتور؟ بعد التحليل هنتأكد. هو حضرتك مراته؟ أيوه. أتمنى تحافظي على مواعيد الدواء اللي كتبته له، خصوصا اليومين الجايين دولت لحد نتيجة التحليل ما تظهر. ميرسي قوي. ميرسي. تعبناك معانا ميرسي. كل اللي اتفقنا عليه حصل يا سيبي. وعش نوح اللي في الجنوب بقى خلاص في جبنة. والعميل بتاعه لحسابنا. أنا قلت كده ما يجيبهاش إلا خديجة. اختياري كان في محله هانم. بس أنا عاوز أعرف هتوقع نوح إزاي؟ خليها مفاجأة. اصبري على الطبخة لما تستوي. المهم أنت هتعدي البضاعة هو هيكون مش فاضي. وحشتني. وانت كمان. ما بقتش بترد عليا كالعاده. كنت ناوي اجي اتخانق معاك بس اعمل ايه؟ لما بشوفك بنسى كل حاجه. المهم ان احنا مع بعض يا سليم. وانا كمان اهم حاجه عندي اني افضل معاكي. ما بستريحش غير كده. بس انت عارفه بقى يا حبيبتي الظروف اللي انا فيها. ظروف الشغل والعيله والبيت. مش كده يا سليم؟ لا لا البيت مش مشكلة. ما هو باين. هترد؟ لا مش وقته خالص. طب اقفل الموبايل وحياتي. اقفله خالص؟ لا طبعا. الله ليه؟ انت مش بتقول انك مش هترد؟ بس مش معنى ان انا مش هرد اني اقفل الموبايل. في الحالة دي مريم هتقلق عليك مش كده؟ داليا أنا عايزك تنسي خالص إن أنا متجوز. أنا شخصياً بعمل ده وأنا معاكي. ولما بتسيبني بترجع تفتكر وتروح لبيتك ومراتك وتنساني أنا. ولا كأني في حياتك. مش كده يا سليم؟ وبعدين بقى يا حبيبتي إحنا يمكن لو كنا اتقابلنا قبل ما اتجوز ما كنتش هتقولي الكلام ده كله. بس هو ده الوضع الحالي. مريم مراتي وأنا مش هطلقها. ولو أنت بقى عايزة تضيعي بقية الساعة اللي متفقين عليها في الموضوع ده مفيش مانع. سليم أنا مش عاوزاك تطلق مريم. إيه؟ تطلق مريم ليه؟ أنا فكرت في كلامك كويس قوي ولقيت إن أنت عندك حق. أنا عارفة إنك بتحبني ومفيش حد في قلبه غيري. وانا مش عاوزه حاجه في الدنيا غير ان يكون معاك وبس. حتى ولو ليوم واحد في الاسبوع. المهم يا سليم لما نكون مع بعض ما احسش اني بسرقك. سليم ما تيجي نتجوز. انا موافقه اكون زوجه تانية. قوي قوي. بس انت عارفة الدنيا ملخبطة عندي ازاي دلوقتي. اديني شوية وقت اظبط اموري واروق نفسي وبعدين نناقش الحكاية دي. ايه ده؟ انت ماشي ولا ايه؟ ما انا قلتلك يا دوب ساعة وانت اللي ضيعتي الساعة في الكلام اللي عموما يا حبيبتي انا مش هتاخر عليكي ابدا. خلي بالك من نفسك. باي باي.
كراس ليه؟ انت مفروض يا اخي انك تتمنى لي الخير. فوق يا عبد الحميد، هم عايزين يضربوني انا بيك، انت مش مهم عندهم. لا مهم، ومهم قوي كمان. لما كنتش مهم ما كانوش كلموني. المهم بقى انك يا اما تعمل اللي هم عايزين يعملوه، يا اما تسيب الملعب للي بيعرف يلعب. انا اقدم منك في الملعب ده، ده ملعبي وعارف كل حاجة فيه. انت بقى اللي مش عارف الخطر اللي انت موقع نفسك فيه. لو النبي عارف، وعارف كويس، وحاسبها كويس قوي كمان. خلاص، يبقى انا كده عملت اللي عليا وبلغت وقضي الامر. لا، بقول لكم ايه، انا ماليش دعوه باللي بينكم، مشاكلكم دي تحلوها مع بعض. انا اللي ليه ان العمليه هتتعمل، والعملية دي كبيرة ومهمة قوي بالنسبة لي، وما عنديش أي استعداد لأي لعب تحت الترابيزة. لعب تحت الترابيزة؟ ده بتقول لي أنا كده يا نوح؟ ده بيزنس يا سليم، بس أوعدك بعد ما تقعدوا مع بعض وتحلوا مشاكلكم العائلية هنبقى نقعد ونتفاهم. أنا هدخل الشحن وحشرف بنفسي على تأمينها عند المنفذ، وأظن أنت عارف كويس قوي ده معناه إيه. ممكن تسيب الموبايل بقى وتردي عليا؟ أرد أقول لك إيه؟ مين شهد اللي انت بتتكلمي عليها دي؟ انا ما بكرهش في حياتي قد اللي بيستهون بيا وبدماغي يا يوسف. قلت لك تعرف واحده اسمها شهد، وان انت ناوي تتجوزها كمان. اللي انت بتقوليه اسمه تخاريف على فكره. اكمل لك التخاريف؟ انا عارفه ان خطبتنا دي مساله وقت وهتخلص، بس انا كنت مديه نفسي فرصه ان انا احبك، وان انت كمان تشوفني حبيبتك. بس انت ما شفتنيش يا يوسف. أكيد بعد كل اللي قلناه ده ما ينفعش نكمل. ياريت تعدي على بابا وتقول له إن خطوبتنا اتفسخت. رودي، صدقيني أنا يوسف، من فضلك إيه في الموضوع ده ما تتكلمش فيه تاني. إحنا بيتلعب بينا، وما بقاش في أمان دلوقتي ناحية أي حد. الشركة بتزنقنا، ويا إما نساعدهم في دخول السلاح التقيل، يا إما يهدوا الرصة كلها ويرجعوا يرصوها من جديد. وفي الحالة دي طبعاً إحنا برا. الشركة دي مفيش غيرها يعني ولا إيه؟ لا، في، وفي كتير كمان، بس يعني المسألة مش بالبساطة دي يا عم يحيى. دول مش تجار خضار، دول تجار سلاح. وايه المطلوب؟ الشحنه دي هتخش من الحدود الغربيه، واحنا ادينا هناك مش طايله، لان المنطقه دي طول عمرها كانت تحت سيطره هاشم الذهبي ورجالته من بعده. مين اللي هيدخل الشحنه؟ نوح. لا، انا كده ما بقتش فاهم حاجه. هو نوح مع مين بالظبط؟ ما هو احنا قاعدين دلوقتي عشان نناقش الحكايه دي، فعايزين نروق كده ونهدى عشان نعرف كل واحد هيعمل ايه. مرحب يا حلوة، جالك مرحب سلامات، عسى بيت عسى بيت، يا
قبل ست البلد يا غرام. لا مرحب يا حلوة غرام. كيفك يا ست البنات؟ اخيرا يا غرام راح تصير زوجتي وتقفل علينا خيمه واحده. ان شاء الله تصير زيجه الهنا عليك وعليك يا ست الناس. ان شاء الله. جهزت خيمه العرس؟ هات حالي فيها من ليله امبارح لليوم، وصاير لك من 20 مره رايحه جايه عليها، ولسه بدي اروح تاني. هانت يا غرام، راح تصير زوجتي وتصيري ست حريم القبيله كلهم. مين اختار مكان الخيمه هذا يا غرام؟ عمتي كحله. ربنا ياخد عليها عمتي. السلام عليكم سيف بيه. وعليكم السلام. ازيك عساف؟ الحمد لله سيف بيه. بقول لك ايه، في رجاله حتجيلك مزنوقين في البضاعه المدفونه عندك. يا سيف بيه، عرس بعد كام ليله وما بدي حد يخط القبيله لاجل ما حد يتقصى بيه. يا سيدي الف مبروك، ربنا يتمم بخير. بس انت عارف الناس دي قلق، واحنا مش عايزين نعمل معاهم مشاكل، وبعدين فلوسهم حاضره مش عايزين نخسره. الفلوس اللي هتجيلك مع الرجاله حلال عليك، دي نقطك. الله يرضى عليك يا سيف بيه، شكرين. ماشي ماشي، سلام. مين هذا سيف؟ صنت علي يا غرام؟ ما بتصنت عليك كل شيء، شفتك قلقان. لا قلقان ولا شيء، هذا رفيق كنت بعزمه على العرس. لا اخذ عليك، واحد واحد بس واحد. كيفك عمتك احلى؟ انت مش متخيل يا عمي تحمستني ازاي بوجودك هنا، ومبسوط جدا ان خط الانتاج عجبك. انت اللي مش متخيل انا حسيت بايه اول ما شفت خط الانتاج وشفت المصنع ردت فيه الروح من تاني. ياه، انت رجعتني سنين طويله لورا، فكرتني بالحماس اللي كان ماليني اول ما فتحنا المصنع ده انا وابوك. بصراحه يا عمي انا عمري ما تخيلت ان انا ممكن اعمل كل ده، بس الحمد لله اهو شغال وبطلع انتاج. حاسس ان انا بعمل حاجه مهمه فعلا. لما بشوف العمال والبيوت اللي مفتوحه من ورا المصنع ببقى عايز اشتغل اكتر واكتر واشغل ناس اكتر. وعشان كده ربنا هيكرمك، وهيكرمك اكتر لو رضيت اللي منك، اللي من لحمك ودمك. اه انت جاي بقى عشان كده مش جاي عشان تبارك لي يعني؟ يا دي انت ما تبقاش عمقي قوي كده. طب انا عايز اسالك سؤال، انت ناوي تمشي لحد فين في المشوار ده؟ هتقطعه طول عمرك؟ لا يا عمي، بس انا مش مستعد اراضي حد على حساب نفسي. ده مش حد، ده اخوك، واخوك الكبير كمان. وبعدين يعني اللي انت عملته معاه مش حاجه سهله وبسيطه، انت ما دوستش على رجله وهو ماشي، ده انت ضربته بالرصاص. طب ما هو كان هيضرب على حسن نون. خلاص بقى، خلاص يا حازم، مش هنفتح في القديم. الله، ياد خلي ابوك يستريح في تربته، وخليه يفرح بيك وباخواتك وبنجاحك في المصنع. وبعدين انت قلت بلسانك انك مش هتقطعه طول العمر، صح؟ طيب لو ما اتجمعتوش دلوقتي واحنا مستهدفين من كل حته زي ما انت شايف، هتتجمعوا امتى؟ شوف يا حازم، العطارين اول ما يقربوا يقعوا ما بيسندهمش غير حاجه واحده، انهم يتلموا على بعض ويحطوا ظهرهم في ظهر بعض. ده مش كلام انا، الزمن هو اللي بيقول كده. ماشي يا عمي، اديني فرصه افكر. عايز لما اخد قرار زي ده باخده بالرضا مش بالغصب. وماله يا حازم، براحتك، خد وقتك وفكر زي ما انت عايز وخد قرارك بمنتهى الرضا، انا مش هغصبك على حاجه. بس انا عايز افكرك بحاجه واحده بس،
تنسوش ان انتوا اخوات. طب رحتش المعرض؟ بس تمام ولا ايه يا يحيى؟ في ايه؟ جرى ايه؟ عامل نفسك زعلان مني؟ ده عمك فتحي. ياما ما تصغرنيش. ايه ده بس يا حبيبي؟ مش هو ده اللي مضايقك؟ انا امك واحس بيك. قولي افتح لي قلبك يا دناي. بفكر في ابني يامه، عايزه يطلع راجل كويس، مش عايزه يطلع زعلان ولا يتحرم من حاجة. أنا مش طماع ولا عايز كل الدنيا. أنا يمكن كنت كده زمان، بس من بعد الهم بقى أتحمل وأنا مش عارف إيه اللي حصل. هي دي الأبوة. دي تلات حاجة بتخوف أوي يامه. ولسه يا حبيبي لما تشيله بين ايديك هتخاف اكتر وتتغير اكتر وهتحس ان انت عايز تجيب له الدنيا كلها في كفه. امال انا ابويا ما عملش كده ليه؟ انا عايز ابني يطلع راجل، يطلع حاجه كبيره كبيره قوي. ياما عايزه يطلع راجل يقف وش الدنيا بس ما عندهاش، يعرف ياخد حقه منها بس بحرفنا، مش عايزه يلطش فيها عشان ما تهرسوش. انت بتعمل ده عشانك انت مش عشانه، عايز تحقق فيه حلمك، عايز تعوض فيه الحرمان اللي انت اتحرمت منه. ما تقساش على نفسك يا يحيى. وماله يا امه؟ وماله؟ أنا يمكن عرفت دلوقتي الدنيا عملت فيا كده ليه؟ عشان تخليني أخاف عليه؟ عارفة لو الحكمة في إن أنا أتعذب عشان هو يرتاح وما أشوفش حاجة وحشة؟ أنا قابل. إن شاء الله ربنا هيكرمك بيه وهتشوفه حاجة حلوة قوي يا يحيى. والحمد لله إن ربنا إداني العمر عشان أشيل عيالك. عارفة يا أمه؟ أنا لما بشوف ولاد الشوارع ببقى عايز أتبناهم وأجيبهم كلهم يعيشوا معايا هنا. نفسي يبقى عندي حال كتير وأبقى أنا أبوهم. إيه ده؟ هو زين العطار نقح عليك ولا إيه؟ عايز تبقى زي أبوك؟ ده مش ممكن. وماله يا أمه؟ وماله يا حبيبي؟ بس أنت ربي نفسك الأول. ماشي أنا صاحي. ربنا يخليك لي يا حبيبي وما يحرمنيش منك ابدا. ما تزعلش مني. احنا زارعين 9 كماين من المسافه من هنا لغايه هنا، ده غير دوريات التمشيط اللي شغاله على مدار 24 ساعه وغرفه العمليات اللي شغاله بحث وتحريات على مدار 24 ساعه برضه. يعني سيادتك تقدر تقول كده ان احنا ماسكين الارض كويس قوي ومحدش يقدر يتجاوز السياج الامني اللي احنا فرضينه. الارهابيين دايما عندهم حلول، عشان كده دايما يا طارق بقولك لازم تسبقهم. مش معقول نقعد نستناهم لحد ما يعملوا عمليه ارهابيه جديده. هو ده اللي انا بعمله فعلا سيادتك. الهدف من التمشيط هو حصر الاهداف في 3 أو 4 أماكن هيكونوا في واحد منهم، وبالبحث بقى والتحريات هنقدر نوصل لهم قبل ما يتحركوا. تمام. اخبار ابو اليزيد ايه؟ لسه يا فندم، وان شاء الله الايام اللي جايه غرفه العمليات هتبعت لي تقرير، وانا كمان نسقت مع مصادرنا على الدور اللي هم هيلعبوه. ربنا معاك يا طارق. تمام يا فندم. انا مش عارفه ايه اللي غيره من ناحيتي كده، بعد ما كان بيستنى تليفوني عشان ارد عليه انا بقيت بتصل بيه وهو اللي ما بيردش عليا. يمكن مشغول يا شهد، ما انت عارفه الرجاله اهم حاجه عندهم شغلهم. يعني شغله اهم مني؟ لا يا حبيبتي، بصي الرجاله مش بيفكروا زينا، هما بيبقوا شايفين ان اهتمامهم بشغلهم بيخليهم ياخدوا بالهم مننا اكتر،
يعني الراجل بيشوف ان هو كل ما يعلى في شغله كده هيعرف يهتم ببيته اكتر. هي الحكايه بس مجرد اولويات. طب تفتكري مقابلته مع طارق ممكن يكون ليها يد في الموضوع ده؟ لا 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 ما اظنش. اكيد طارق لو كان خد باله من اي حاجه كان هيقول لك على طول. هو طارق يعني هيخبي عليكي؟ يا بنتي طارق بيحبك قوي. مش عارفه بقى، سيبك من ده كله، طمنيني عليكي انت يا حبيبتي. عامله ايه؟ الادويه اللي الدكتور كتبها لك بتجيب نتيجه؟ الحمد لله. بسمه انا ماليش غيرك في الدنيا دي يا حبيبتي. انت لازم تتمسكي بالحياه اكتر، لازم تقاومي، لازم تعملي كل حاجه واي حاجه عشان خاطر طارق وكريم. عايزه اقول لك انه من يوم ما الدكتور قال لي على حالتي وانا بقول يا ريتني ما كنت خلفته. بعد الشر انت ليه بتقولي كده؟ بقى كريم اللي جبتيه بعد 10 سنين جواز وعمليات وادويه تقولي يا ريتني ما كنت جبته؟ عشان بحبه، بحبه قوي يا شهد. صعبان عليا قوي، مش عارفه ازاي ممكن يكمل في الحياة من غيري. مين هيهتم بيه زيي؟ مين هياخد باله منه زيي؟ مفيش حد بيتربى من غير أم. يا حبيبتي ربنا يخليكي ليه وتفرحي بيه وبنجاحه وكمان تربيه. وبعدين أنا مش فاهمة ليه أنت محساني يعني كأنها نهاية الدنيا. أنت بس لو تسمعي كلامي وتقولي لطارق أنا متأكدة إن هو الله يخليك يا شهد عشان خاطري. أصلاً طارق مش ناقص اللي فيه مكفي. ده غير ان انا على الاقل دلوقتي لما بسمع من طارق كلمه حلوه بصدقها، ببقى عارفه انها حقيقيه. لكن لو عارف موضوع مرضي ده اي كلمه حلوه هيقولها لي بعد كده هبقى عارفه ومتاكده ان هي شفقه مش اكتر. يا حبيبتي طارق شهم وجدع، وبعدين انا شايفه ان هو من حقه انه يعرف. على الاقل تقسمي الوجع اللي جواكي ده على 2. انتوا دايما متعودين تقسموا كل حاجة مع بعض. ان شاء الله كل حاجة تحصل في وقتها. ان شاء الله لا يعذر ربنا هيكون. سليم أنا عايزك في موضوع. أنا بصراحة دخلة الحكومة دي ما بتريحنيش. أنا حاولت كتير أكتم اللي جوايا ما قدرتش، تعبت وقلت لازم أتكلم معاك. في إيه يا مر؟ قلقتيني. أنت بقالك كتير متغير يا سليم وأنا حاسة بده، وده باين في كل تصرفاتك وكل أفعالك. قلت جايز مشغول في الشغل أو مع العيلة أو المليون حاجة اللي بتعملها، بس قلبي مش مطمن ولا مصدق. يعني إيه قلبك مش مصدق؟ هو المليون حاجة اللي أنت بتتكلمي عنهم دول شوية؟ ده أنا بحاول. أنا رديت على مكالمة من تليفونك على واحدة اسمها داليا. داليا؟ معرفش، يمكن واحدة بتتصل غلط. لا مش غلط، دي بتقولك يا سليم يا حبيبي. صوتها حلو. أنا زي ما فهمتك يا مدام داليا، بفتتح شبكة قنوات جديدة ومحتاجاكي معايا. من غير ما أتكلم في أي تفاصيل، أنا معرفش الرقم اللي انتي هتطلبيه مني قد إيه، بس أيا كان المبلغ أنا هدفع لك ضعف. أنت ذوق قوي يا مدام نجوى، بتعرضي عليا شيك على بياض بس بطريقة تانية. كل قوم وليه لغته، والكلمة مش مهم تكون صح، المهم تتقال صح. وأنا عارفة كويس حضرتك مين. ضيفي لمعلوماتك معلومة تانية يا مدام نجوى، إن داليا ما تغريهاش فلوس. مش هنختلف. في حاجة القناة اللي بشتغل فيها بتوفرها لي، ومعرفش إذا كنت تقدري عليها ولا لأ.
جربين؟ الحماية. علشان كده بطلع وبتكلم وأقول اللي أنا عايزاه في أي وقت وأي شخص ممكن أتكلم عنه. مدام داليا، كل الحكاية أنا مش عايزة أكشف لقارئ كله، بس صدقيني الراجل اللي في ظهري يقدر يحمي أي حد، قريب جداً هعرفك عليه، بس كله بأواني. خلينا نتفق الأول. الكلام ده لعبتي، ما تجيش تبقي بضاعتي. عموماً فكري، بس أوعدك إني هعمل معاكي فوق اللي أي قناة تانية ممكن تعمله، ولما هنشتغل سوا هتتأكدي بنفسك إن أنتي كنت بتجربي نفسك مع الناس الغلط. أو بالمناسبة عايزاكي تفكري لنا في اسم للبرنامج، بس ده طبعاً هيبقى كده منك. عمره ما طمني يا رؤية، دايماً محيرني وقلقني ما بين سؤالين، أكمل ولا أقول له كفاية لحد كده؟ بس لما اتجوزنا انت خلاص هيبقى ليا على طول. متقلقيش يا طن، أكيد ده سوء تفاهم وهيروح لحاله. هو ده سليم، خليني عاملة زي المركب اللي واقفة قرب الشط بس عمرها ما لمسته، عامل ما بيني وما بينه مسافة مش عايز يكسرها. طيب مش انت واجهته وأنكر؟ قصدك كده؟ مش أول مرة يكذب علي، أنا شفت ده في عينيه بيلف ويدور، بس في موضوع داليا معرفش يكذب. معنى كده أن الموضوع ده حقيقي، حقيقي يا رؤية. بس أقولك أنا مش مستغربة، أنا بس كنت معشمة نفسي زيادة عن اللزوم. إن شاء الله ربنا هيخيب ظنوننا كلنا والموضوع هيعدي على خير. أنا متأكدة إن عم سليم بيحب ولا يمكن يفرط فيكي أبدا. أنا زعلانة منك يا رجل، فين وفين على ما تسأل على عمتك؟ ما أنت بنروي من يومك. ملوش لازمة الكلام ده يا عم، أجالك في كلمتين ورب غطاها. خير؟ جاي أسألك عن الورق ده. جبت الورق ده منين يا رجل؟ مش مهم، مهم تعرفي يعني. ما عرفش. ولما ما تعرفيش تخضيتي ليه لما شفتيه؟ عشان الورق ده أنا كنت مخبياه يا رجل ومش عارفة أوصلك إزاي. ما هو المستخبي مصيره يبان، يفضل يزعق 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 كده لحد ما يطلع. الورق ده أبوك كان سايبه معايا وما عرفش عنه حاجة وما عرفش فيه إيه. سيب اللي اتدفنوا في حالهم يا رجل. الحياة يبقى من الميت يا عم، وأنا مش ههدى